السلام عليكم، اسمحوا لي تقطع لي اللايف الاول، نتمنى تدخلوا. بون، السلام عليكم بعدا ورحمه الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الجروب، ومرحبا بكم في لاشين ديالي باي كونتا للمحاسبه النظريه والتطبيقيه. بون، راه اللايف الاول تقطع، سمحوا لي اللايف الاول تقطع، ما عرفتش شنو المشكل اللي وقع فيه. بون، نكملوا الموضوع ديالنا اللي هو لا ديكلاراسيون دو لا تي فيا. اللي عنده شي سؤال في هذا بهذا الخصوص مرحبا، حاولوا تانفيتيو لي زامي ديالكم باش يدخلوا ماكسيمو بوسيبل ديال الناس ويستافدوا جميع. ان شاء الله غنحاولوا نجاوبوا على اي سؤال في هذا النطاق هذا. المهم انا حاولت انفيتي الناس اللي كانوا في اللايف الاول، راه تقطع عليا جو سي با كيفاش. المهم اللي عنده شي سؤال او اللي عنده شي انفورماسيون على حساب لا ديكلاراسيون دو لا تي فيا يشاركها معنا ونحاولوا نشرحوها ان شاء الله. سينو اللي عنده شي سؤال وبغى يعرف، شوف المهم تبعوا معايا هذا اللايف، انا غنخليه مفتوح له ماكسيمو بوسيبل، ما عنديش مشكل يخرج جروب ويجي جروب ويخرج جروب ويجي جروب. انا النهار غنخلي اللايف مطلوق، وفي ما غيبان ليا شي سؤال في كومونتير غادي نجاوب عليه، ولكن ما يمكنش نبقى نهضر 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 وما كاينش التفاعل. كيف دونك غادي نخليه مفتوح، ولا بان ليا شي سؤال راه غنجاوب عليه. ديكلاراسيون فيد كنسميوها ديكلاراسيونيه، من الاحسن السميه ديال الفريا ديكلاراسيونيه. ملي كيكون عندنا ني شيف دافير ني اشان ني فونت، كندير واحد ان ديكلاراسيون اللي كتكون نيه كندفعوها. انا شرحت لك لا ديكلاراسيون، ما من الافضل ما حنا ما كنسميوهاش فيد، كنسميوها نية. خذ المصطلح الاقتصاد، المصطلح في الايكونومي تيتسمى نية. فوالا، انت عرفت يا ديكلاراسيون نية هي ملي كيكونش عندنا لي شارج لي برودوي في داك التريمستر اللي غادي تدفع فيها هذاك التي فيا، كتدفع نية. وحاش لما دفع شي واخا ما يكونوا دايرين ني اشاني فون خاصك تدفع، على ما دفعتيش عندك بيناليتي. ممكن تدفع نية ما غاديش يكون فيها بيناليتي، باغ كونطخ لي دفعتي لما دفعتيهاش غيكون فيها بيناليتي. دونك دو بريفيرونس تدفعها. مرحبا، اي سؤال مرحبا بكم. اللي عنده شي سؤال حاولوا تانفيتيو لي زامي ديالكم باش يدخلوا ماكسيمو بوسيبل. بيناليتي 500 درهم وي، ودو بريفيرونس الواحد يدفع انايا، شنو المشكله؟ يعني كيبقى يتعطل ولا كيقول لك صافي ما كاين حتى شي حاجه لي زامبو، ما كتعرفش كونكورا ما درتي حتى شي اوبيراسيوني اشاني فونت. هي كتعرف انك خاصك ديكلاري تي فيا، واخا ديكلاريها نيور تتحسب لك، ولكن باش ما ديكلاريهاش نو. واخا تجيب لهم جوستيف ابري كوم كوا ما درتي حتى شي اوبيراسيون ديال الفونت اولا اش، ما كيقبلوهاش لك. هذا او نيفو براتيك. المهم سواء او نيفو براتيك سواء او نيفو تيوريك، اي سؤال في هذا النطاق مرحبا. المهم انا نخلي اللايف مفتوح، نحاول ما نهضرش بزاف، خاصني يكون تفاعل باش نقدر نجاوب. واللي عنده شي سؤال مرحبا. المهم بالنسبه لي هاد الخلوج جدادي بهاد اللايف، هاد اللايف درناه على حساب لا ديكلاراسيون دو لا تي في، سواء نيفو براتيك ولا تيوريك. اي سؤال عندكم مرحبا. هاد اللايف غنخليه طويل، يعني اللي عنده شي سؤال مرحبا في هاد النطاق، واللي عنده شي انفورماسيون بحال هكا يقدر يفيدنا بها يبارطاجينا في كومونتير باش كلشي يستافد. كما قلت لكم حيت ما كيكونش التفاعل غنخلي اللايف، يوم فوا يبان ليا شي سؤال غنجاوب عليه، اي فوا يبان شي سؤال غادي نجاوب. نحاولوا انفيتيو لي زامي ديالكم باش يدخلوا حتى هما اللايف يستافدوا.
نحاول نكتب لكم كي كونفورماسيون باش تقراوها النيت. La taxe sur la valeur ajoutée, qui est une taxe sur le chiffre d'affaires, s'applique aux opérations industrielles, commerciales, artisanales, aux professions libérales, aux travaux immobiliers et aux opérations immobilières. Moi, il y a des informations. Je vais vous expliquer des informations. En même temps, vous avez des infos sur quoi avec nous. واخا واحد السؤال خارج الموضوع، بغيت نعرف اهم المواد اللي خاصني نضبط الا بغيت ندير توجيه محاسبه. لا كونطابيليتي شي حاجه باينه، لا كونطابيليتي ولكن او ميم طون لا فيسكاليتي. بحال دابا مثلا ديكلاراسيون دي في داخله او نيفو فيسكال، يعني ضروري خاصك تضبطهم بجوج. لا كونطابيليتي سوا كونطابيليتي اناليتيك، كونطابيليتي جينيرال، كونطابيليتي سوسيتي، فهمتي؟ يعني الا بغيتي تضبط تكون توجيه كونطابل ضروري تضبط كاع لي ماتيير اللي عندهم علاقه بلا كونطابيليتي اللي غتقراو فيهم. دونك لا تي في اي اون ريلاسيون سول مون دي زاشون، نو ريلاسيون افيك لي زاشون لي فونت. ملي كتبي ملي كتشري راه كتشري افيك تي فيا، وملي كتبيع راه كتبيع افيك تي فيا. تي فيا سور اش كتسمى تي فيا ريكيبيرابل سور شارج، و تي في ديال الفونت كتسمى تي في فاكتوري. المهم نبارطاج معكم لي طو ديال تي في ديجا كتبته لكم. 7% كنستعملوها بالنسبه لو برودوي ديال لا فارماسي، 10% لا ريستوراسيون سور بلاس اولا لي زوبيراسيون بانكير، بالنسبه ل 14% الكتريسيتي و ترونسبور دو فواياج، بالنسبه ل 20% تو لي زوتر برودوي اي سيرفيس، يعني هذا كيتسمى طو نورمال. المهم اللي عنده شي انفورماسيون يشاركنا بها، سينو اللي عنده شي سؤال يشاركنا به. انا في مغرب بالي شي سؤال. المهم انا نحاول ما غنهضرش بزاف باسكو بغيت نخلي اللايف مطلق بزاف، باش حيت كنت وعدتكم غادي ندير لكم فيديو فلاشين وما الوقت مدروك عندي بزاف سكيل في ما قدرتش نديرو، وتا باش نقادو نديرو المونتاج هادي سا بخون بوكو دو طو. دونك فكرت ندير لايف ونخليه مفتوح واللي عنده شي سؤال ديك الساعه نجاوبو عليه ان شاء الله. المهم انا مره غادي نشوف لي كيسيون اللي كاينين ومره غنحط لكم حتى لي زانفورماسيون على حساب تي فيا. لي تيب دو لا ديكلاراسيون دو لا تي فيا، لا ديكلاراسيون مونسيال لورسك لو شيفر دافير اي انفيريور اي سوبيريور 1 مليون ديال الدرهم، ديكلاراسيون تريمستريال لورسك لو شيفر دافير انفيريور 1 مليون ديال الدرهم. شنو معنيت هادي؟ عندنا دابا تيب ديال ديكلاراسيون، عندنا دو تيب في المغرب، كاينه ديكلاراسيون مونسييل وكاينه تريمستريال. فوقاش كنديروا لا ديكلاراسيون مونسييل؟ ملي كيكون شيفر دافير تعدى 1 مليون ديال الدرهم، وملي كيكون عندنا اقل من مليون ديال الدرهم كنديروا اون ديكلاراسيون تريمستريال. مونسييل يعني شاك موا، تريمستريال شاك 3 موا. المهم اللي عنده شي انفورماسيون يحاول يبارطاجيها معنا. المهم انا دابا ما بقاوش بانوا لي غير دو بيرسون اللي متابعين دابا. بون انا نحاول نخلي اللايف لو ماكسيموم بوسيبل باش كلشي يستافد ان شاء الله. وانتو مره غنجي نطل الا بان ليا شي كيسيون راني غنجاوب عليه. انا نكتبها هنا في كومونتير باش تبقى. المهم انا غنخليها مكتوبه هنا في كومونتير،
غنكتب لكم كونكور، غنخلي اللايف مفتوح فوق ما جا شي واحد راه حد السؤال ديرو في كومونتير، اون فوا نشوف لا كيسيو ديرو راه غنجاوبو. ما كاينش التفاعل كاع، كنشوف انا فريمون ما كاينش التفاعل، داكشي ما كنبغيش ندير لي لايف بزاف. بون انا كتبتها لكم، نخلي لكم في كومونتير باش اللي جا يشوف هاد الكومونتير يفهم شنو كاين. انا هاد اللايف هذا مخليه على حسب لا ديكلاراسيون دو لا تي فيا، ولكن ماشي مشكل غنجاوبك لا ليير و لييس. ليير هي امبوست سور لو روفوني و لييس امبوست سور لي سوسيتي، مي كنهضرو لا سوسيتي كنهضرو لا بيرسون مورال، نهضرو لا ليير تنهضرو لا بيرسون فيزيك. و ما نحاول نكتبها لكم في التعليق، اون فوا يبان ليا شي كيسيون راني غنجاوب عليه. و لي جاو شاف اللايف ما ساك عرفتي، مشى ليا اللايف وجا ما فهمتش انا هاد المشكله ديال هاد اللايف هذا. المهم في ما بانت لي شي سؤال راه غنجاوب عليه، دونك نحاول نقلب اللي بان لي شي سؤال ما جاوبتش عليه. الله اكبر. المهم نحاول لو ماكسيموم بوسيبل نجاوب على لي كيسيون اللي هذا. خليت لكم داك الكومونتير كوم كوا انا غنخلي حيت انا كنت وعدتكم باللي راه غادي ندير واحد لا فيديو نحطو في لاشين على حساب ديكلاراسيون دو لا تي فيا، وللاسف الالتزامات ديالي في الخدمه والدار وهذا ما لاقش لي كيفاش ندير لكم لايف، داكشي علاش انا فكرت ندير هذا اللايف ونخليه مفتوح لو ماكسيمو بوسيبل، يعني كون ما دخل شي واحد وحط شي سؤال راه ديك الساعه نجاوبو عليه. المهم في ما بان لي شي سؤال ديك الساعه وغنخلي هاد اللايف مفتوح، اللي عنده شي سؤال في لا ديكلاراسيون دو لا تي في عنده شي مشكل فيه باقي ما فاهمش شي حاجه فيه يقولها لي انا نشرحها ليه، حيت كنت وعدتكم غندير لكم لايف وللاسف ما قدرتش ندير لكم فيديو نحطو في لاشين، ولكن كيبغي المونتاج كيبغي بزاف ديال الوقت، دونك سابرون بوكو دو طون، داكشي علاش ما لقليش كيفاش نديرو. اون فافو هذيك الساعة عندي شي سؤال. مرحبا، المهم هاد الساعة كنقلب في لي كومونتير كنلقى اخر كومونتير جاوبت على الكيسيو ديالو. عافاك اختي، بغيناك تهضري لنا على ديكلاراسيون كو سوسوا جيريديك و فيسكال و سوسيال، اي ميرسي. دابا هاد اللايف خليتو غير على حساب ديكلاراسيون ديال تي في، ولكن ماشي مشكل بالنسبة لديكلاراسيون فيسكال. انا جو سوي كونطابل، يعني انا كن ما نقولش لك نفهم بزاف السيرفيس جيريديك، حيت السيرفيس جيريديك بوحدو والسيرفيس كونطابيليتي بوحديتو، انا في سيرفيس كونطابيليتي جو سوي كونطابل، ولكن ما فيها بس نعطيكم كيلكو نوت على السيرفيس جيريديك. السيرفيس جيريديك وليت يكون فيه مثلا هذاك الكونستيتيسيون ديال لا سوسيتي، يعني كتبع البروسيدير دو ا ا زد،
هادشي هادي بالضبط يعني الا شديتيها راه مزيان. كيفاش تجيب لي اللي هذاك اللي زاتيستاسيون بحال اتيستاسيون ديال سميتها اتيستاسيون فيسكال، يعني تو سكي جيريديك، كاع داك الاوراق الاداريه اللي تحتاجوها كتدخل في السيرفيس جيريديك. ولا دوزتو ستاج فيديسيور غادي تفهموا مزيان هاد السيرفيس جيريديك شنو تيكون فيها، في الديبلاسمون لي زامبو لا سي ان اس اس التريبينال، المهم كاع الادارات اللي مختصين فهادشي ديال الضرائب راه كديبلاصاو ليهم. سيرفيس سوسيال تيكون فيه لا ديكلاراسيون ديال لا سي ان اس اس، ديكلاراسيون سوسيال ديال لا سي ان اس اس، وما هضرتش على سيرفيس كونطابيليتي. سيرفيس فيسكال، لا فيسكال كتكون فيه ديكلاراسيون ديال تي في ا، ديكلاراسيون ديال لي جي ار، لي زاكونت، كوتيزاسيون مينيمال، هادشي كله كندخلو في داك النطاق ديال السوسيال ديال فيسكال باردون. و سيرفيس كونطابيليتي راه باين يعني شنو كدير فيه، كدير فيه لا سيزي، البوانتاج، لي زاناليز دي كونط، المهم اي حاجه كتعلق بلا كونطابيليتي. داكشي اللي قريتو في الجورنال لا اشا هافونت ها بالانس ها كول ليفر، المهم في اللوجيستيك ديال كي سامبليفي الخدمه شي بحال داكشي ديال القرايه. وزمان لا بغيتو نصيحه ديالي، اون فوا واحد يشد ديبلوم يمشي يدير ستاج فيديسي غيتعلم مزيان. Est-ce qu'il existe une différence entre TVA dans l'achat et la vente par rapport au paiement ? ما فهمتش الصراحه. لا شنو بغيتي تقصد؟ واش بغيتي تقصد لا كالكول؟ بغيتي تقصد عافاك بريسيزي ليا لا كيسيون، حيت TVA هذه كل ما كان السؤال واضح مزيان كل ما كان الجواب كيكون واضح اكثر. المهم باقي ما جاوبتكش على السؤال ديالك، كنتسناك بريسيزي ليا اكزاكتومون السؤال شنو بغيتي تقصد. هاد الموديل ديال ديكلاراسيون ديال تي في فريمون الصراحه انا ما بغيتش يجي فيه النقطه، حيت فريمون ساهل بزاف، ولا فهمتيه تفهم لي طوليا تخدم بهم تفهم كيكونوا بحال هكا راه غادي يجيك مزيان ساهل. نو ميرسي اختي. واخا اون جلوبال تهضري لنا على لا ديكلاراسيون تي في تريميستريل او مونسييل. كما قلت لكم بالنسبه لا تي في مونسييل هي اللي كتكون، خاصنا نشوفوا بعدا التيب ديال ديكلاراسيون كيفاش غتكون. بالنسبه لديكلاراسيون مونسييل لوسكي لو شيفر دافير كيكون اكثر من 1 مليون ديال الدرهم، هنا كتكون عندنا ان ديكلاراسيون مونسييل، يعني شاك موا. عرفتش واش عافاكم هي ونشوف ما نشوفش اللايف تقطع ليا ولا لا. المهم انا نكمل الجواب واخا ما عرفتش اللايف واش تقطع. بالنسبه لا ديكلاراسيون مونسييل كما قلنا ملي تيكون الشيفر دافير اكثر من 1 مليون ديال الدرهم وكتكون شاك مو خاصك تحط لا ديكلاراسيون، بحال مثلا ديكلاراسيون ديال جونفي خاصك تحطها في افون لو 28 ولا 29 فيفري، قبل ما يسالي الشهر الجاي خاصك تكون حطيتي ديكلاراسيون ديالك، تعطوك شهر باش تخدمها. وبالنسبه للديكلاراسيون تريميستريال هو ملي كيكون الشيفر دافير اقل من مليون ديال الدرهم، هنا كتكون ديكلاراسيون تريميستريال، يعني شاك 3 موا غتحط ديكلاراسيون ديالك. كنتمنى نكون جاوبتك على السؤال، سينو ما فهمتينيش اولا ماشي هادشي اللي بغيتي تفهم. اولا عبد الكريم ملي ما بغيتيش هادشي تفهم نعاود نشرح لك، ما عنديش مشكل. حتى واحد ما سولني كيفاش الكالكول ديال تي في ديجا كتبتو لكم. المهم انا حاولت نكتب لكم في كومونتير، حيت كما قلت لكم انا هاد اللايف غادي نخليه محطوط على الاقل ملي يجي شي واحد يلقى لي كومونتير ويفهم شنو كاين. وانا في مغيبه ليا شي سؤال راه غنجاوب عليه، حيت ما يمكنش نبقى نهضر وما كاين حتى شي سؤال، دونك غنخليه نقدر نخلي اللايف مطلق ما عنديش مشكل، تيبان لي شي سؤال ونجاوب عليه.
بورسونتاج دو بيمو دو تيفيا. وكي يكونش اخويا شي بورسونتاج عندك ما كاينش بورسونتاج، ايه كتهضر على البورسونتاج على حسب يكما اوتو انتربرونور. المهم التيفيا كيفاش كتحسب؟ كتشد هذيك المونطو ديال التيفيا ديال الفونت، كتنقص منه المونطو ديال التيفيا ديال لاشا، كيعطيك واحد سوا بلوس سوا بالموا. الا كانت بلوس موجبة يعني خاصك تخلص داك لا ديفيرونس، الا عطاتك بالموا كتكون كريدي دو تيفيا، يعني بحال انت اللي كتسليطا وليطا كتقول لك ما غادي تخلص حتى حاجه، ولكن داك المونطو تعاود تروبورتيه في التيفيا الجايه تعتبرو كوم شارج. فهمتي؟ اما البورس ملي كتسولتيني على البورسونتاج كنظن كتهضر على حساب اوتو انتربرونور. هذاك اوتو انتربرونور نحاول ندير لكم لايف عليه، نحاول نجمع المعلومات باش نعطيكم شي حاجه مزيانه وندير لكم لايف عليه. مرحبا. اوكي ميرسي. سي الوغ كيل لا ديفيرونس انتر لو ريجيم دونكيسمون او بيان لو ريجيم دي بي اي ميرسي دافونس. مرحبا. بور لو ريجيم دونك اي دونكيسمون هو ملي مثلا لا فاكتور اون فوا كيتخدم عند الفورنيسور، اون فوا توصلك كديكلاريها، ما كيهمكش الخلاص ديالها. باردون بالنسبه للوجيم اونكيسمون، اون فوا تشد لا فاكتور خاصك تشوف واش مخلصه، هاد ديك الساعه كديكلاريها في التيفيا. باغ كونتر ريجيم دي بي ما تيهمكش ديك الساعه، اون فوا تشد لا فاكتور تديكلاريها، ما كيهمكش مخلصه ولا ما مخلصاش. هذا هو لا ديفيرونس. ولكن في المغرب البلي بار تيخدم بريجيم اونكيسمون، يعني حتى كتخلص لا فاكتور عاد كيديكلاريوها في التيفيا. واش مكنتش تهضرينا على اوتو انتربرونور؟ وي غنهضر عليه في لايف اخر، دابا ما كاينش اخويا التفاعل. انا كنبغي ندير لكم لي لايف بزاف، ودابا انايا حيت كنت وعدتكم باللي غندير لكم واحد الفيديو فلاشين ديالي على حساب لا ديكلاراسيون دو لا تيفيا، وراكم عارفين الخدمه شويه مزيره دابا على حساب كلشي روبورتا البيلو تاع لوموسيس. دونك ما ساليتش باش ندير لايف باش ندير فيديو حيت كيبغي المونتاج بزاف، تيبغي بزاف ديال المسائل. داكشي اش انايا بغيت نوفي بالوعد ديالي، وقلت على الاقل ندير واحد اللايف يكون مفتوح الاكبر، يعني نخليه وقت اطول باش اللي جا جديد باش غير اللي دخل مثلا لايف يلقى علاش كنهضروا، ويدير لك دير الاسئله لا كيستيو ديالو ونحاول نجاوب عليه. ولكن هذا كنخليها في لايف اخر، وواخا ما يكونش التفاعل ما عنديش مشكل، المهم انني وصلت لكم المعلومه، هذا هو لي سونسيل بو موا. والمهم حاولوا تانفيتيو لي زامي ديالكم يدخلوا لهاد اللايف حتى هما باش يستافدوا. المهم انايا فما غيب عليا شي سؤال نحاول نكتب لكم هذا التعليق باش اللي جا دخل جديد يفهم شنو كاين. نحاول نكتب لكم هذه في التعليق باش بدا اللي يدخل يقرا الكومونتير الاخر يفهم شنو كاين، ماشي يلقى اللايف سلام ساكت ما فيه والو. اوي فريمون بغينا نستافدو منك في هذا الدومين. اوي البلو بار ديال الناس كالي في دي سيغ بزتين حيتاش لي بيلون خاص يدفعو افون لو موسات. وي بصح دابا كلشي مع هاد الكونفينمون هذا كلشي روبوطا الفيلو تاع لو 36 سكيل في كلشي غادي خاصو يدفع. بوغ الدومين مرحبا، انا اي حاجه في لا كونطابيليتي ما غنبخلش عليها، ودرت تشين في راه ديجا الا دخلتو للجروب تلقاها اول زعما بوبليكاسيون غتلقاوها ديال لاشين ديالي، باش اي حاجه نحاول نبارطاجيها غير الوقت اللي ما كاينش دابا، مي كاين كيلكو فيديو تمايا. واي حاجه في الدومين ديال الكونطابيليتي مازال ان شاء الله نخدم معكم اللوجيستيك كيفاش تخدموا فيه. المهم يعني باقي بزاف ما يتخدم ما يتعلم في هذا الجروب، غير حاولوا حتى نتوما يكون التفاعل باش انا نزيد نتقوى اكثر ونعطي اكثر.
مش مثلا انا لايف دايره عندي 4500 في الجروب، يلا داخلين طالعين لي 7 الناس، راه شويه كيكونش التفاعل. يعني حتى الانسان ما كيقدرش. انا يا مثلا هاد اللايف درتو حيت كنت وعدتكم غندير لكم فيديو في اليوتيوب على حساب ديك لاغاسو ديال تيفيا، مي حيت ما كاينش التفاعل بزاف وبغيت نوفي بهاد كلمتي، قلت اللهم ندير لايف ونخليه مفتوح. وفوق ما جا شي واحد سول راه غنجاوب على ديك لاغاسو ديال تيفيا باش الاقل وماكسيموم يستافدوا. كاين ديفيرونس انت لي ديسبيراسيون اكزينيري افيك دروا دو ديكسيون و دروا دو ديكسيون سون دروا دو ديكسيون كو سوا لا فونت او لاشا. ميرسي. بالنسبه كيكون مثلا دي فاكتور لي مثلا انا نجاوبك او نيفو براتيك باش تفهمني مزيان. نعطيك اكزامبل بحال مثلا واحد لا سوسيتي، نعطيك اكزامبل هنا قريب للدومين كاع، بحال مثلا لا فيديسيير كدير بريستاسيون دو سيرفيس، يعني كدير لا كونتابيليتي الناس، كدير لا كونستيتيسيون ديال لا سوسيتي. هذا هو لاكتيفيتي، يعني الا مشينا للستاتي ديالها غنلقى هذا هو لاكتيفيتي برينسيبال ديالها، يعني كدير ديكلاراسيون والمسائل كامله. ياك مثلا الا مثلا جابوا واحد لا فاكتور ديال غازوال، ما غاديش تدخل، غتكون ما دخلاش، تكون نو ريانتيغري في تيفيا، حيت هذاك لا فاكتور ديال الغازوال بعي ما دخلاش في لاكتيفيتي اللي دايره لا فيديسيير، فهمتيني؟ دابا ان شاء الله من غدوزو ستاج اولا تخدموا في الدومين غتفهموا اكثر. دابا نتوما راه خديتو في القرايه غير لا باز، مازال غتستافدوا اكثر ان شاء الله. تخدمي معنا لوجيسيال ستاج كونطابل وتفوز حيتاش لي بليبر ستاجر سيج كيخدموا بيه بزاف ديال لي سوسيتي، لي غران سوسيتي لي بارتي يخدموا سوا سيج سوا جي بي اس. انا كاع لي لوجيسيال ما عنديش فيهم مشكل، غادي نبارطاجيو معاك ان شاء الله. زعما ندير لكم شي فيديو عليه كيفاش تدخل تعلموه ان شاء الله. حاج سيرتو سيج لي بلي بارتي تخدم بسيج، وصافي القرايه كنضيف لي ستير كتقراو سيج. علاش حيت عارفين لي بلي بير ديال لي سوسيتي كيخدمو بيه. سلام، انا مساعده من الحاسيب، وانا كل شهر فاش كنبغي نقاد تيفيا كتخربق بالنسبه لي فاكتور، ملي كنعيط للفورنيسور كيقول لي ما خدامينش، كنتلف شي حل، وحتى لوجيسيال باقي ما بديناش لا سيزي تاع هاد العام كاع، اولا بعدا لا سيزي باقي عليها الحال، حيت اصلا الناس يلا كيدفعوا البيلو ديال ام وانزا حيت مع الكونفيرمور وبورطاو حتى لو 36. حاجه واحده كيفاش كتخربق لك التيفيا ما فهمتش. التيفيا اصلا باش تصوبيها خاص يكون عندك لي فاكتور ديال لي لاشا والفونت، يعني لاشا تكوني جايبه لي فاكتور ديال لي زاشا، فهمتي؟ من الفورنيسور غتصلي بيه وغادي انت تبازي على الغول في بونكي. انا امون افي بالنسبه للديكلاراسيون ديال التيفيا تبازي على لا غول في بونكي، غتشوفي لي زوبراسيون عندك في الديبي، هذوك لي سولد اللي عندك في الديبي غتشوفيهم كاملين، تحاولي تقلبي على الجوستيف ديالهم. يعني عندك مثلا واحد المونطو ديال 3000 ديال فورنيسور كدا، غتوقفي حتى تجيبي لا فاكتور ديال داك 3000 هذيك الساعه تخدمي، راه مايمكنش تبقاي تخدمي غير هكاك. خاصك اول حاجه كنبداو بها البوانتاج هاد ديكلاري ديك الساعه، وبالنسبه باقي ما بديوش لا سيزي ديالها باقي الحال اصلا، يعني يسر ان شاء الله هاد الكونفيمو وتفك هاد الامور بخير ولا خير، وديك الساعه يكون خير. اسهل حاجه هو السيج، صراحه السيج، ولكن ما كيديرش هادشي ديال التيلي خاصو يدالو الميزاجور على حساب، راك عارفين دابا ولاو البيلو كيتحط في بارسيت كيف خاصو يدالو شويه الميزاجور، مي هو ساهل باش يتعلم الواحد ان شاء الله. راه غادي نبارطاجي ندير شي فيديو كيما ماشي دابا حتى من بعد ان شاء الله، وكنوعدكم غندير لكم من لوجيسيال باش تعرفوا كيفاش تخدموا سيج و جي بي اس. بعدا هادو ديجا عندي في البي سي، غادي نديرهم معاكم ان شاء الله. مهم اللي عنده شي سؤال.
مرحبا. سي كان في السات حيت انا كنت قبل في سيج سون شيلش ونحاولوا مره بلا نديروا هاد الكومونتير باش اللي يدخل يشوفوا باش ما يقولش راه اللايف مالو حابس. اللي عنده شي سؤال مرحبا، حاولوا تانفيتيو لي زامي ديالكم دخلوا حتى هما. المهم نحاول انا نحاول نخلي الكومنتير بحال هكا. بالنسبه ما قرناش دوينا على الفيليير ديال تي اس تكنيسي سبيسياليزي فينونس كونطابل. هاد ديجا حطيت لكم واحد تدخلوا للجروب تمشيو لا ريشيرش غتقل ديروا غير تي اس اف سي يخرج لكم واحد المنشور هضرت فيه بالتبسيط على الافاق ديالها لي كونديسيون كاع 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 ما يتعلق بهاد الفيليير ديال تي اس اف سي. دخل تمايا وغتلقى بزاف ديال لي زانفورماسيون عليه. حاولت انفيتيو لي زامي ديالكم باش هما يدخلوا يستافدوا. الا كانوا لي فاكتور موجودين وانا ما جابوهمش واش نفوتو حتى الشهر الجاي؟ شوفي اختي الديكلاراسيون ديال التي في مثلا غديكلاري مثلا اون سوبوزو عندك ديكلاراسيون مونسيال يعني ديال جونفي غديكلاري فيفري ياك، يعني غتجمعي لي فاكتور كامل ديال جونفي. يعني هما شنو تيقول لك لي فاكتور ديال جونفي ديكلاراو في جونفي. عندك حاله وحده اللي ما يمكنش ديكلاري جونفي حتى فيفري ولا تخليها مارس، هي كتسنى لا فاكتور حتى كتخلص، حيت البلي بار في المغرب تيخدم بريجيم اونكيسمون. وشنو كيعني ريجيم اونكيسمون؟ هو انك حتى كتخلص لا فاكتور هذيك الساعه كديكلاريها. دونك انتي غادي تجمعي المسائل ديالك يجيب لك لي فاكتور هاد ديكلاري. هادي هي زعما الكونتابيليتي ديال بصح الفيديوسير واخا هكاك راه غير هي كتعلمي شي حوايج ولكن بالمرات هكا كيدوزو غير كيدوزو فهمتيني. يا اما ملي كتخدمي في لي سوسيتي كبار راه ما كاينش. انا بعدا ليكسبيرت فريمون تيشدني تيقول لي ما علاش علاش ما دوزتيش هادي علاش ما درتيش هادي فهمتيني. يعني ما ضروري الغولفي كنحاول نبوانتيه كامل عندي ديك كاع داك لي فاكتور اللي غنخدم عليهم اللي ما كاينش كتتصلي بالفورنيسور يجيبهم ليك. اون بليس دو سا الواحد يتعلم واحد القضيه، تجيني لا فاكتور غنعطي له الشيك نخلص، ماشي نعطي له خلاص ونبقى نقلب انا نتسنى لا فاكتور. ممكن تخلي لا فاكتور عندها عام هاد اي عندها عام متوت، ولكن ميك اوكا مي كتجيك الفيريفيكاسيون خاص داكشي يكون جوستيفي. اما راه كدوز عادي نسيتيها ولا كدير لا بارفوا فاكتور نو بارفوني في لا كونطابيليتي كتنساها فهمتي. ولكن في الفيريفيكاسيون كيكون مشكل كبير، راه لو فيسك تيشوف معاك شاك كونط شاك بياس، دونك جيب لي هاد البياس ديال هاديك فاش درتي ديكلاريتيها. راه ملي كتكون لا فيريفيكاسيون كيكون مشاكل داك الساعة، يعني واحد يدير واحد الخدمة نقية من ديبار ما كاين لاش يجي لو فيس كتبقاو نقادو.
حاتم الفاسي قالك ممكن نساعدكم في السيج، دونك هو كيفهم السيج دونك يعاونكم فيه. وانا ان شاء الله غنحاول ندير لكم فيديو باش تفهموا مزيان. مهم اون اتون دو جي شي سؤال يعني باش راك خليت لكم واحد التعليق كتبت فيه كونكوا انني غنخلي هذا اللايف مفتوح واخا ما نهضرش، وفوق ما جا شي سؤال غنجاوب عليه، حيت مايمكنش يبقى قبل وانا داير اللايف يعني مايمكنش يبقى غير نهضر غير نهضر، بلا كان شي سؤال ديك الساعه نجاوب. شكرا اختي، مرحبا مرحبا، حاولي تكون خدمتك زعما فيغي في شي الفونيسو على ما زيرتيش معاه راه مشيتي. وحاجه وحده لا فاكتور اللي غيجيبك الفونيسو ضروري خاصو يكون فيها لي سي او ديالكم، ما راه هاد الرواد الفرنسي ديال 2019 كان واضح قال لك اي فاكتوره يكون فيها لي سي او، الا ما كانتش كتروجطا حيت من غيجي لو فيسك وكمثلا كانت فيريفيكاسيون غيكونوا مشاكل بزاف. يقول كنتي كتخدمي غير في النوار من ما كاينش لي سيو. هذا هو المشكل كيخلصوا لا فاكتور ما كيجيبوهاش. ايوا شتي دونك انا ما نعطيش له شيك حتى نضمن البياس ديالي، هذاك الساعه نعطي لا فاكتور. ما يكونش معدية 5000 باغ اسبيس، هي راه هضرات على لي فاكتور اللي تيكونوا في الغول في سكيل في ضروري يكونوا مخلصين باغ فيغمو او لا شيك اوتوماتيكمون. بالنسبه لي فاكتور ما يكونوش فايتين 5000 باغ جور بالنسبه للفورنيسور و 50000 باغ موا بالنسبه لنفس الفورنيسور. هما بغا دابا راه من بعد راه غيجي يدا الميزاجو غدا هاد الفلوس غيبقى ينقصو منها حتى ما يخلوتو شي حاجه. شحال الاول العام اللي فات كانت 10000 ردوها 5000 وما يبقاو غادي تينقصو حاجة. هما الغرض ديالهم انهم يحيدو داك لي سبيس، ما يبقاش الانسان يتعامل اسبيس يولي يتعامل غير باغ شيك ولا باغ فيغمون، يعني يكون واحد البيس جيستيفيكاتيف. المهم بالنسبه لي هاد الدخله جداد انا ندير لهم هكا. انا هاد اللايف هذا درتو باش نهضروا على ديكلاراسيون ديال تيفيا، اللي عنده شي سؤال يحطو في كومونتير وغنجاوبو عليه. راه ديجا كتبت لكم واحد التعليق لتحت باش اللي دخل يشوفوه، هو انكم واخا تدخلوا تلقاو اللايف ما فيهش كاع الهضره راه غير حتاش عييت بالهضره، داكشي علاش قلت حتى يكون شي سؤال ونجاوب. وانتوما مرحبا بكم، نتمنى تستافدوا والله ينجحكم كاملين واللي خدام الله يسهل عليه، وان شاء الله يلقى شي بوست احسن من داك البوست اللي فيه. ولا كونتابيليتي ان شاء الله راه فيها ان شاء الله ما يدار. واحد الحاجه ملي كتكون لا فاكتور سي كونت فيها اكثر من 5000 وبغيتي ديكلاريها في تيفيا كيمشي لك سي كونت بورسو منها بالنسبه للديكلاراسيون. صح بصح هذاك لي سبيس والله الا خاصو يتحيد باش تسهل علينا
ما يبقاش عندك الكونترول زيت واغ باش كلشي يكون داك الساعه معروف. اي حاجه راه كاينه في الغولفي كلشي موجود. يتبازل الانسان على الغولفي احسن حاجه في ديك لاغاسو ديال هاد فيا براتيك. مهم في ما بان لي شي سؤال غنجاوب عليه ديك الساعه. نحاول نكتب لكم غير هذه في التعليق باش اللي دخل وشافها تبان ليه. باش ما نكونش راه دوما هما ساكتين، راه ماشي ساكتين غير هي كنتسنى التفاعل. وفي ما بان لي شي سؤال راه غادي نجاوب عليه ان شاء الله. يلا اللي عنده شي سؤال، اللي عنده شي سؤال في لا كونتابيليتي سول. مرحبا. بالنسبه لي ديكلاراسيون شنو خاصك، شنو احسن ديكلارينيشن في السيت ولا تقدا في ليكسيل هو الاول؟ بصراحه حنايا كنديروها في ليكسيل، وكان واحد اللوجيسيال هو اللي كي ترانسفير لينا داك اكس ام ال، وداك لوجيسيال تيسهل لك حتى فيريفيكاسيون. مثلا اون فوا تكون شي فاكتور لا فاكتور اكثر من 5000 وانت كاتبه ليها في مود دو بيمون اسبيس، تي كيكوشي هاك تيقول كوم كوا، يعني كيبين لك لي زيرور اللي كاينين، فهمتي؟ اما بالنسبه للسيت داك الشيء اللي كتحطي لك يديروا لك. اما صراحه من ديرها في اكسل وتريتيها في شي لوجيسيال هاد تحولها لاكس ام ال، انا بالنسبه لي احسن. ديك الساعه ملي كديريها في داك اللوجيسيال اللي كيحولها اكس ام ال ولا او دي اي، كديري لونفو او دي اي وكتجي ساهله. هي كتجي ساهله، وانا بالنسبه لي الصراحه بالنسبه لي احسن اكسل. قبل ما يكون شي ديال تيلي ديكلاراسيون تيلي بيمو كنا كنخدموها اكسل، كنا كنتيريو باش ندفعوها، دونك ولات بحال هكاك. دابا بالنسبه لهاد اللوجيسيال مزيان كاع، سميتو جينيغافي هو اللي كيتريتي ليا تي في على حساب باش يديرها باش ندير لون فوا او دي اي. جاني مزيان حيت كيتريتيها مزيان. مي كيكون شي اس او ما ناقص شي حرف ولا هذا كيقول لك فوالا انا راه كاين عندك واحد المشكل ايغور تفخاب ولا شي حاجه. شو سميت لوجيسيال اللي كيتريتي ليا تي في سميتو جينيغافي على حساب باش كيديرها ليا مود او دي اي. وي البلي بارتي يكون او دي اي، كاينين بزاف ماشي غير او دي اي جينيغافي، كاينين بزاف ديال لوجيسيال. المهم انا قلت سولاتني هي شنو لوجيسيال كتخدمي فيه، قلت لها او دي اي. وبالنسبه للكونتابيليتي سيج الا كانوا بزاف، واخا يكونوا بزاف راه كونتي في خاصك تدفعها بوحديتها، سيرتو الناس اللي خدامين فيديسيير اولا كيستاجيو فيديسيير
الكول تي في يعني كتدخل للسيت وانت مود باس و اوتيليزاتور مود باس بوحديتو خاصك تدخل ودير لها شنو كاين ديكونيكتا وتحال ايميل الكونت ديال ديال الشركة اخرى وانت غادي. وبالنسبه ما حدكم كديروا التفاعل فغن واخا انا درت بغيت نديرو على حساب ديكلاراسيون ديال التيفيا ولكن ماشي مشكل عندو شي سؤال في لا كونتابيليتي مرحبا واخا هكاك. و تيقولوا هاد زاد ولكن شوف نقولك واحد الحاجه راه كاينين الناس اللي باقي كيخدموا بالسالير باقي كيخدموا بالطو ديال السميك ديال 11.70 فهمتي باقي عندهم راه ماشي كلشي بحال يعني هذاك لوطو لي بلوبار ديال لي سوسيتي الكبار اللي كتلقاهم تخدموا بي ومحترمين لوطو اما في الفيديو سيغ راك عارف 13.46 المهم اللي عندو شي سؤال مرحبا سيغتو بالنسبة لا ديكلاراسيون دو لا تي في اللي ما فاهمش شي حاجة مرحبا. هادشي اللي قال كلشي غيولي باغ سيستيم فهمتيني ومن الاحسن من الاحسن تولي باغ دامانكوم انا بالنسبة لي احسن والله باش ديك الساعه نيت يديك لو بار حيت كاين مثلا اللي كيديروا ديكلاراسيون ديال سينيسيس وما كيدفعوا داك البي دي اس للكازا ولكن ما تيخلصوش البودو دو بيمو. وبالنسبه من كنت بقات واحد لوكال صاحبتي نيت كانت خدمت ولكن ما كيخلصش لا لامو يعني حيت ما كيخلصش لا سينيسيس من جد فعل دوا ما بغاش ما رجعوش لا قالوا حيت ما كيتخلصش عليك لامو ايوا لما دماكم نيت باش يديروا حتى البريليفمون لا اختي خاصك تشري هاد اللوجيسيال شي هو كاين تلقاي في السيت ولكن من غادي تيليشارجي لي ما غايبغيش يخدم لك حيت انا بغيت جربته في البي سي ديالي ما خدمش ليا كاع يعني غير البي سي الخدمه اللي خدم فيه جا انستال لنا التكنيسيان حيت شتو شنو الاستفاده ديالهم فهمتيني اولا تقدري تخدمي فيه جربي تيستي تقدري تخدمي بيه ولكن ما غاديش يدير لك XML باش يدير لك لونفوا او دي اي فهمتي. بالنسبه للديريكتور حنايا كنشراه لا كتهضر هي ماشي سيج كوميرسيال ولا كونتابل كتهضر على اللوجيسيال اللي كيدير تريتمون ديال تي فيا باش نديرو لونفوا او دي اي كتهضر على جينيغافي حيت كنسولاتني على اللوجيسيال اللي كيتريتي جينيغافي سميتو اما السيج تمشي تقدر تشري غير سيديا وتانستاليها عادي انا في البي سي ديالي شريت غير سيديا وانستاليتها عافاكم شي واحد يكتب لي شحال دابا حنا في اللايف شحال ديال الوقت وحنا في اللايف باش نعرف شنو ندير ممكن تيليشارجيها اخويا هاتي ممكن تيليشارجيه كاين واحد اللين ديال تيليشارجومو اوكي هنايا 43 مينوت داكوغ نزيدو نخليو على الله يدخلو ناس جداد عاوتاني ما فيها باس
سيروين عند مولي سيدي راه يكون عنده سيديه وتانستاليها عادي. شنو زعما شنو لي زوبسيون زعما ما تيكونش فيه البلي بير ديال لي زوبسيون تيكونوا فيه من غير انك دير تحاول دير زعما داك الكلاس وتحولها وتولي دير الانفوا او دي اي. اما اللي بغى يتعلم ليه كاع كاع فيه كل شيء تقريبا. انا نحاول نقلب لي حيت انا كانت عندي سيديه ولكن نحاول اولا ندخل غير جوجل وكتب لي شارجي ستيج غاتويت ولا شي حاجه بحال هكا غيعطيوك ماشي بروفيسيونيل. ولكن الواحد اللي بغى يتعلم واحد لوجيسيال ما فيها باس يتيليشارجيه هي ماشي بروفيسيونيل وتقدر تبقى تخدم فيه في الاخر يتبلوكا لك ولا هذا هي متفقه معك ما يمكنش تخدم فيه لي دوسي ولكن ممكن تعلم فيه فهمتي. شكون اللي انا خدام شكون اللي باقي تيقرا شكون اللي شي فورماسيون كل واحد زعما يحاول يهضر على الباكور ديالو نشوفو شنو كل واحد شنو دار. موا ناوي نعم جي ندفع ان شاء الله. وشنو الدبلوم اللي عندك دابا يا مو خدام فاش خدام اخويا في سيرفيس كونتابيليتي نيت غير مو من الافضل تكتبوها بلا اس انا فا باش ما تجيش بحال فهمتي هذاك مو اللي كتبتو ديال الشهر حيدو انت ويا حيدو اس اس انا كنضحك معكم خليوها الا بغيتو ما عنديش مشكل غير عاد تاخذوا فورماسيون صافي. انا ستاج فاش كتستاجي اختي في فيديو سيغ ولا في سوسيتي غير ستاج حاولي اختي ما تفوتيش 6 شهور ديال ستاج حاولي ديري واحد ستاج ومن الافضل يكون ستاج في لو سيغ باش تعلمي منها تعلمي اللوجيسيال منها تعلمي شحال من حاجه وي كونتابيليتي فاش في كونتابيليتي واش في سوسيتي ولا في دي سيغ ولا في كابينيت اكسبيرتيس وشحال لا بيريود دابا باش بديتي الخدمه كيفاش ما فهمتش كيفاش على حسب الكلافي اس انا شي مشكله كنضحكوا عادي عادي ويا كلافي هو كيدير مشكل بالبنات كتكتب شي كلمه كيكملها الكراسو كتحاط انت داك الميساج ماشي مشكل راه كنضحكوا
سوسيدي وهاد الشهر غنكمل 6 موا ان شاء الله. شوف انا اذا ما كان الصحه من عندي عمرك تفكر تبدل، ميم يكون الصالير هابط، ميم يكون شحال من حاجه، عمرك تبدل خدمه اللي ما دوزتيش فيها واحد دوزون ديال ليكسبيريونس؟ حيت ملي كتمشي تدفع لشي سوسيتي ولا هذا تيقول لك شحال ليكسبيريونس اللي عندك، على الاقل تيقول لك تكون دوزتي دو بيريود فيسكال، يعني دوز لا بيريود فيسكال الاولى والثانيه يعني دوزون. وي دونك ابيني دو ديس كونطابل فرونسيير بوندو 6 موا 4 موا مزيان. مي كاين كونطابل والكونطابل ما كيكونش ديما، حاول تشوفي مع الناس اللي تمايا هما يوريوك شحال من حاجه. انا دابا سوسيتي 3 ديال الخدمه. مزيان الله يوفقك. شنو اللي باش نبارطاجيو النيت هاد اللايف نخليوه مفتوح شويه ماشي على تي في؟ شنو لي طاش اللي كدير في سيرفيس كونطابيليتي باش الا كانت شي حاجه هكا وسول على شي حد نحاولوا نشرحوه ليها؟ شنو لي طاش اكزيكوتي اللي كدير تما في البوست ديالك؟ انا خسر ما راه ما كيكونش اختي التفاعل، اما انا بغيت ندير لايف، بغيت نحط فيديوهات في اليوتيوب، بغيت شحال من حاجه نديرها، ولكن ما كيكونش اختي التفاعل. يعني كتبقاي تشوفي اللايف، رانا حاولت ديت حيت كنت وعدتكم في واحد السونداج، كنت عطيتكم ما بين انني نصاوب لكم، سمحوا لي كنت قلت لكم واش ندير لكم في واحد السونداج، واش ندير لكم رابور دو ستاج ولا تي في في الفيديو فلاشين ديالي. البلي بار سوا صالا ديكلاراسيون ديال تي في، انا مع هاد الكونفينمو كناش كنمشيو نخدمو غير دو فوا بار سيمين، دونك ما كفاناش الوقت باش نكملو الخدمة. سكي في تزيرات عندنا خدمة في الاخر، ما قدرتش كاع ندير داك الفيديو، راه كان المونتاج راه كياخد وقت. داكشي علاش انا حاولت ندير هاد اللايف هذا باش نجاوب على لي كيسيون ديال كونسيرنو لا تي في، ومنها نيت انا خليته مفتوح لاي سؤال. ضمانكم تي في فاكتوراسيون صافي، هادشي اللي كدير وما كديرش لا كونطابيليتي، حيت هادشي اللي قلتي راه ما عندوش علاقه بلا كونطابيليتي. ضمانكم يعني كيديكلاري على حساب لا سي ان اس اس، وبالنسبه للديكلاراسيون دي في راه هي اللي كنهضروا عليها دابا، ولا فاكتوراسيون تدير تيدير سويفي فاكتوراسيون. بريباراسيون دي دوسي كو سوسو كونطابل او سوسيال او فيسكال او جيريديك، بريباراسيون دو واش انت اللي كتبريباريوني تتبريباريهم ولا انا نهضر لك عليهم؟ جو با كومبري وشنو نهضر لك فيهم. حاول اخويا حسيم دير لا كونطابيليتي، فهمتي؟ يعني ملي كدوز واحد 3 في واحد لا سوسيتي وما كتدخلش سيرفيس كونطابيليتي شويه قاصحه، اي او سي اي تابروشمون اي تابروشمون لي سوسيتي كيديروهم، ولكن اللي كاين ديك سبيرتيس ولي فيديسور ما تيديروش اي تابروشمون، كيتبازاو نيشان على الغولفي كيسيزيوه. موضوع اللايف واخا شنو كدير في سيرفي فهذا او نيفو دو كونطابيليتي شنو كدير؟ حيت انا خليته من بعد جينيرال، يعني اللي بغى يجي يسول
يسولو نجاوبو ماشي مشكل. انا درت الكلاس مولا سيزيف سيج اي رابروش مون بانكير اي تي فيا مي باقي ما شدش مزيان. شوفي لي سوسيي تعرفي واحد نوتيفيكاسيون من حاجه من حاجه بحاجه بحاجه اما ابري راه لي فيديو ولي لايف ولا اي هاد الجروب مره مره نبارطاج معكم شي حاجه لي غاتميتريزي فيها مزيان. حيت دابا انا هاد لاشين اولا هاد الجروب دايره انا وواحد صاحبتي ومتفقين يعني نهضروا على نديرو لا كونطابيليتي او نيفو براتيك و تيوريك باش اللي كيقرا يستافد واللي كيخدم حتى هو يستافد. اللي كيعرف شنو كنقصدو بالعوتوني على السورس اللي عارف الجواب يجاوب. سي عبد الكريم حيت انا متخصصة بالضبط متخصصة بالضبط في لاكونتابيليتي ما كنبغيش نعطي شي جواب كنفضل نبحث عليه ونحطو ولكن باش نجاوب هكا ما كنبغيش. تكون متأكدة من حاجة نجاوب. حاولوا تأفيتيو الناس يدخلوا باش نشوفوا هاد نشوفوا لو ماكسيمو ديال لي ريبونس. سيفوبلي كيفاش نحسبو تي في دي ايموبيليزاسيون؟ كيفاش تي في ايموبيليزاسيون؟ راه بحال بحال تي في هادي. شنو قوليا كون سولتيني مثلا تقوليا شنو ولا شنو هو القاعده اللي كنحسبو بها تي في نقدر نقول لك هي تي في فاكتوري موا تي في ريكيبيرابل سيغ شارج موا تي في دي موبيليزاسيون موا الغوبور او الغوش اللي كيكون في تي في بريسيدون إيغال هاديك هو تي فيا لي غتخرج ليك. هاد الدخله في داك دي فيغ كريون سي راه كاينه في بلو كونطابل في كلاس 3 حيت درتي ليها 44 32 غتكون غيميني غاسو دو بيرسونيل نيشان.
واش كاين شي طريقه اللي كتجيري بها لي شيك لي زيفي انتي داتي؟ كيفاش زعما الطريقه باش تجيري فيها؟ ما فهمتش. واش عندك دي شيك ولا دي زيفي ما فيهمش لا دات وانت بغيتي زعما تحطيهم في اكسل ولا شنو؟ ما فهمتش. مين جيبو تيفيا ايموبيليزاسي واش كتكون لا تيفيا الا مثلا قال لك اشاد ماتيريال دو ترونسبور، يعني كتشوف واش عطاك شي اشا فيها لي موبيليزاسيون، فهمتي؟ اشاد ماتيريال دافورماتيك، اشا ديال ماتيريال دو ترونسبور، فهمتيني؟ هنايا كتهضمي كيقول لك شرا شي حاجه او نيفو ديال ايموبيليزاسيون، تبي مي كتعرفها بان داك التيفيا راه ديال ايموبيليزاسيون. اما مثلا اللي قال لك اشا مثلا ديال شي حاجه عاديه، اشا د مارشانديس، اشا ديال هذه، كتعرف غير تي في ريكوبيرابل، فهمتي؟ هو كي بريسيزي لك بانه راه شرا شي حاجه ماتيريال اولا هذا. ما تبيتش ليكم على دغوا دو تسامبر، هو مثلا ملي كتكون لا فاكتور اسبيس كيخلص عليها، كتزيد الخلاص، كتزيد تخلص عليها واحد من لور تاكس بيان سو، كضرب بواحد الموطو ديال 0.25% كتزاد في الفاكتورة، يعني لور تاكس زيد عليه تي فيا زيد عليه دغوا دو تسامبر، هداك هو تي تي سي لي غتخلص عليه، تلقى زايد شوية كنتي غتخلص تي في مثلا عندك دغوا دو تسامبر كيساوي درهم، كنتي غتخلص 300 غتولي تخلص 300 هما باغيين يحيدو لي سبيس في مره، فهمتي؟ داكشي داكشي دار لهم هاد القضيه ديال حق دغوا دو تسامبر وهذا. مرحبا، اي سؤال مرحبا. راه ديش كتبت لكم واحد الكومونتير لتحت، قلت لكم انا نخلي اللايف مفتوح، يعني واخا ما تشوفوني ما كنهضرش، غير انفا يتجا شي واحد حط السؤال ديالو راني غنقراه، غير هي مع مقبله وانا نهضر صافي، بحال حسيت براسي شحبت. واخا ان شاء الله غنهضر لك عليهم من بعد، نكون دايره شي بريباراسيون ونهضروا عليها بالضبط، نحاولوا نجيبوا كاع لي لي كيسيون اللي ممكن يتحطوا فيهم. حاولوا انفيتيو لي زامي ديالكم لي بالضبط عندهم مشكله في التي في ديكلاراسيون التي في، ونحاول نجاوبكم على اي سؤال فيه. اللي ما فهمش شي حاجه في التي في مرحبا، راه واخا تشوفوني ساكته راني خليت لكم واحد الكومونتير كيبان بان راه اللايف غيبقى مفتوح، وانفو نشوف شي سؤال راني نجاوبكم عليه، يعني واخا تشوفني ما كنهضرش راه انفو تيبان ليا شي سؤال كنجاوب عليه. المهم اللي عندو شي سؤال بالنسبه للديكلاراسيون ديال التيفيا مرحبا، واخا ديجا جاوبت عليه حيت كاين ليه اللهجة، جا مشكل نعاود نجاوبو عليه. يلا فينكم لي هذا شي سؤال خاص بالنسبه للتيفيا مرحبا.
حاول انفيتي الناس اللي عندي تا هما. واخا ماشي مشكل، واخا هاد اللايف كنت بغيت نديرو على ساب تي في، ولكن ماشي مشكل نهضر لك على كونطرا دو طرافاي. كاينين نقول لك 3 تيب ديال الكونطرا دو طرافاي، كاين السي دي اي لي انتي تيرميني، وكاين السي دي دي يعني دي تيرميني، وكاين كونطرا انابيك. كونطرا انابيك كما كتعرفوا خاصك تمشي لانابيك ودير واحد الكونطرا لي البيريود ديالها كتكون فيها عامين 24 موان ياك. والمشكل ديالها فيها واحد، انا نهضر اون بغيف، المشكله فيها انها مي كتكون مثلا مشيتي خدمتي في واحد لاسوسيتي 6 موان ما كملتيش 24 موان ديالك، بغيتي تخدم في سوسيتي اخرى بكونطرا انا بيك راه ما عندكش الحق، حيت كيقول لك انفو توصل 6 موان ما عندكش الحق تعاود تستافد منها. وكونطرا انا بيك كديرها مره واحده في حياتك كاع، الكارير ديالك كامل كديرها مره واحده، يعني الواحد اللي بغى يدير كونطرا انا بيك يعرف راسو فين غيديرها، ويعرف راسو انه غيستافد منها لمده عامين، حيت الا درتي غير 6 شهور راه ما كتعاودش تستافد منها. الا عندك شي سؤال اخر بالنسبه للكونطرا انا بيك سولني ونعاود نجاوبو عليك. بالنسبه للكونطرا سي دي دي، سي دي دي هو ان لا سوسيتي اللي كتمشي دير معاهم كونطرا كيحددوا لك المده سي دي دي، يعني مثلا قالوا لك عندك واحد الكونطرا سي دي دي ديال 3 موا او لا 6 موا، يعني محددين لك لا دوري، يعني فهمتيني. وكاين السي دي اي، سي دي اي بحال قلتي ان ديتيرميني، وبالدارجه هي انك كترسم معاهم، يعني تاجروا عليك خاصهم يعطيوك حقوق ديالك. وحتى بالنسبه للسي دي دي لجراو عليك كنت باقي ما كملتش، عندهم خاصهم يعطيوك سولدو تو كونط ديالك. وبالنسبه للكونطرا انا بيك انك كتسمى غير ستاجر، يعني واخا يجريو عليك راه ما عندكش الحق في شي حاجه. نتمنى نكون جاوبتكم بغيف، مي واخا هكاك لكن عندك شي سؤال مرحبا، يعني اصلا ما كاينش التفاهم، ما كاينش التفاهم لو ما نجاوبك بعدا انت وتاخذ معلومه في راسك. بالنسبه للكونطرا انا بيك خاص يكون عندك سوا ان ديبلوم سوا باك، هاد ممكن دير كونطرا انا بيك. وي ميرسي فهمت، مرحبا خويا. بالنسبة لي كيدخلوا اللايف وكيلقاوني ساكتة، انا راه خليت لهم واحد الكومونتي لتحت بانني غنخليه مفتوح هاد اللايف هذا، فوق ما دخل شي واحد غنجاوبو على بالنسبة للسؤال ديالو على حساب ديكلاراسيو دو لا تي في. اون فوا كنشوف شي كومونتير راني كنجاوب. ولكن غالبا نخلي غير ساعتين الا كان حيت انا ما كيطلعش شحال من دقيقه دابا، الا كان شي واحد ممكن يقولنا شحال من وصلنا من دقيقه دابا.
هاد 3 بيرسون لي اونلاين اللي دوش سؤال يسول يجاوب يسول. كيفاه زعما لي امبوسير سوسيتي لي امبوسير لي روفاني؟ كيفاه زعما؟ ما فهمتش الصراحه، ما فهمتش لا كيستيو ديالك اكزاكت. دونك وا دونك صافي مزيان، خلي واحد نص ساعه ونطو ندوجي شي واحد اخر يسول. هاش لو ماكسيمو ساعتين صافي، بارك عليا. بالنسبه للري انتيغراسيون دي ديكسيون، هذاك ديجا ندير له لايف بوحديتو باش نعطيكم داكشي اكزاكت. سينو راني دايره واحد، دخلتي للجروب غتمشي لا ريشيرش، غدير تكتب غير ري انتيغراسيون مثلا، وغي يخرج لك واحد لا بوبليكاسيون كنت حطيتها شرحت فيها داكشي ديطايي.
بلي حتى شي سؤال. المهم انا مخليه اللايف مطلوق باش اون فوا يبان لي شي سؤال نجاوب عليه. بون اللي عنده شي سؤال مرحبا يكتبوا لي في التعليق وغنجاوبوا. ما باليش شي سؤال. المهم انا نخلي اللايف مفتوح اي فوا يبان لي شي سؤال راني نجاوب عليه. نخليت لكم التعليق باش يبان. ندير غير التليفون يتشارجا باش ما يطفاش وديك الساعه اللي عندي شي سؤال. مرحبا مرة غنجي نطل نشوف واش كاين شي سؤال بالنسبة لهاديك لاغاس ديال تيفيا. المهم خليت هاد اللايف مفتوح باش اللي دخل وشاف هاد اللايف وبغى يطرح شي سؤال يكتبوه في كومونتير ولا غنجاوبو عليه. انا ديجا داير لكم واحد التعليق بانني غنخلي اللايف مفتوح واخا تشوفوني ما كنهضرش ولكن راه غير حيتاش ما كاينش التفاعل. اون فوا يبان لي شي سؤال في كومونتير راني غنجاوب عليه.
باقي ما كاين حتى شي سؤال بان ليا بان ليا كلشي خرج من اللايف ماشي مشكل ونسو كان راه نخلي اللايف واخا كان ما نحيدوش باش على الاقل خليته مسجل يبقى يبقى ديالو بدا شي هضره ما بان ليا حتى شي واحد طالع هنا في اللايف يلا بان ليا واحد دابا المهم انا هاد اللايف هذا دايره غير حساب ديك راسو ديال التسجيل عندو شي سؤال يحطو في كومونتير وغنجاوبو عليه ان شاء الله من نقرا الكومونتير ديالو من الاحسن ديرهم في اليوتيوب هو كقليل اللي كيستافد انا راه خليت اللايف مفتوح من قبيلة وانا مخليها مفتوح كنقول زعما فوق ما جا شي واحد يسول ندير باقي ما عنديش الحق ندير في اليوتيوب حيت خاصني نكمل 1000 ابوني الا بغيت ندير لايف في اليوتيوب ما عنديش لي زابوني واخا حطيت اللين ديالي في الجروب هنا ما كيديروش ما داروش لي ابوني شكرا على النصيحة ديالك اما اليوتيوب انا مزيان ليا يعني كيكونوا الناس بزاف كيسولوا كيكون تفاعل كل واحد يعني يكون مره بقى نشجع ندير لايف تما ولكن مع للاسف ما كملاش 1000 ابوني Thank you.
بصح حيت حليل اللي كيدخل وانت اخويا شتي قليل اللي كيدخل، مازال في اليوتيوب غادي يدخلوا بزاف ديال الناس، كل واحد من داخل وكيسول وتجاوب وتستافد، وتنتا كتكون عندك واحد الانيرجي ماشي بحال دابا انايا تقريبا انت وشي واحد الدري والبنت اللي كانوا كيتواصلوا معايا وتيسولوا اربعه كاع نقول له ماكسيموم اربعه. باقي ما كاين حتى شي سؤال ايوا صبيحتي يسول شي واحد عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا للمجهود اللي كديري معنا، متابعك ميرسي، انا ديما متابعك ميرسي. واخا يلا جيت مرحبا. انا المهم هذا اللايف هذا راني درتو قبيله بديتو، ما عرفتش شحال وصل دابا. الا كنتي عارفه اميره شحال وصل قوليها لي حيت انا خليك توعدتكم بلي غندير لكم واحد الفيديو فلاشين على حساب هذيك لا غاسود ولا تيفيا. للاسف راكي عارفه الخدمه مزيره ولا بيغ دو فيسكاس كيفي ما قدرتش ندير اللايف، دونك داكشي علاش انا خليت ما نقدرش ندير لا فيديو حيت راه المونتاج كيعصب المونتاج. دونك داكشي علاش انا خليت هذا اللايف مفتوح، والله الا خليته راه تقريبا ما عرفتش شحال دابا شي ساعه وزياده. اللي عارف شحال ديال الوقت يقول لي حيت انا ما كيبانش لي شحال بالضبط الوقت باش يستافد لو ماكسيمو ديال الناس معنا يستافدوا. يعني اي سؤال راه رجعت لي كومونتير، اي سؤال تسولوني انا راه نجبتو جاوبتهم عليه، يعني بالاخص ديك لا غاسو ديال تيفيا سواء زعما في او نيفو براتيك ولا تيوريك. وراني خليت لكم واحد الميساج قلت لكم هاد اللايف تلقاوه مفتوح واخا ما نهضرش، راه اون فوا يبان ليا شي تعليق ولا شي هذا راه غادي في شي سؤال راني غنجاوب عليه. Thank you.
بون نشوف واش كاين شي سؤال. باقي ما كاين حتى شي سؤال. داكوغ. واش ممكن الشخص الذاتي انه يديكلاري بدون ما يكون المحاسب؟ واش يديكلاري لا ديكلاراسيون ديال تي في؟ الا كان عارف يديكلاري بوكو با الا كان عارف يدير ديكلاراسيون ديالها. اميره لكتي كتسمعيني كتبي لي شي ميساج حيت كنظن غير بوحديتك اللي بقيتي في اللايف. دغيا عافاك ما يدخل شي هذا باش نبغيت نسولك شي حاجه. اميره كتسمعيني؟ وي كتسمعيني؟ بغيت نقول دابا انت بوحديتك عافاك جاوبيني شحال ديال اللايف دابا بدقيقه. دابا جو صغير بوحديتك اللي طالعه بغيت نعرف اللايف شحال من دقيقه فيه دابا.
اوكي، واللي عنده شي سؤال يحطه في كومونتير، اون فوا يبان لي راه غادي نقراه. دونك المهم انا اللايف نحاول ندير فيه غير ساعتين، دابا راه بقات واحد 15 مينوت ونسد اللايف، فاللي عنده شي سؤال يحطو لينا. ما بالي حتى شي سؤال كاين، دونك غير غنكمل ساعتين ان شاء الله، غادي نسد اللايف حيت كما قلت لكم غندير فيه ساعتين وغنحبسو. دونك غير اون فوا يكمل ساعتين
الا كنتي اميره باقا هنا قولي لها ليا شحال الساعه دابا باش نشوف شحال نحسب ليه. حيت صافي كنت وعدتكم غنخلي اللايف مفتوح ساعتين في الاول قلتها لكم، دونك اي فوا تكمل ساعتين دابا راه شي ساعه وشي حاجه اللي كاين هنا في اللايف يقول لي شحال بالضبط، المهم حيت ما كيطلعش ليا اي فوا غنكمل ساعتين غنسد اللايف لما كان شي سؤال كونسيرن ولا ديك لاغاسود ولا تيفيا. البورسونتاج ديال التيفيا اللي كيتحتاج بزاف هو 20% هو الطو نورمال. عافاك اميره اللي كنتي باقا معانا قولي شحال وصل في اللايف، بحيث انا كنت قلت لهم غير ساعتين وغنحبسو، باش الا وصل ساعتين صافي غنحبس اللايف حيت ما انت اللي كتفعلي دابا بالي بزاف داكشي اش سولتك. دونك باش نحبس اللايف اذا كنتي عافاك قولي لي شحال ديال الوقت حيت ما عرفتش اش كيبان، ما كيبانش ليا شحال ديال تيبانش ليا شحال. صافي دابا اكزا صافي دابا عرفت هاد بهاد بان ليا كيفاش نعرف شحال دقيقه درت. المهم ان فوا يسالي ساعتين غادي نحبسو ان شاء الله. Thank you.
صافي وقيلا أميرة شادة معايا الله يرضي عليك. صافي يلا السلام عليكم، باي باي.